توقعات برج الجوزاء الاثنين 8 فبراير 2021. الحيوية والنشاط لا يفارقانك على الإطلاق، ولكن اليوم يجب أن تبذل قصاري جهدك لتظهر نشاطك في كل مكان تتواجد فيه، ولا تنزعج من بعض الأشخاص الذين يحاولون تثبيط هممك الوقوف في طريقك. كن إيجابيا وتذكر أنك لك الحق في التصرف في دنياك وليس للآخرين حق التدخل فيها. طب عاطفيا، يوم مهم على الصعيد العاطفي ومفاجأة من الحبيب تفرحك كثيرا وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر. مهنيا، لا يليق بك العمل في هذا المجال، فلا تكابر وحاول أن تجد عملا يليق بشهادتك العليا وتستطيع الأداء بشكل أفضل. صحيا، بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك،